مشاهدين ومشاهدات، نترك الله لكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله جيت نقدم معكم واحد المسمنه كتجي رائعه، تجي في الطريق رائعه، وتجي بحال شكل ديال ملفي. غادي ندوزو للتحضير. عندنا زلافه ديال الطحين، مقادير عندنا زوج زلافه ديال الطحين، عندنا جوج معالق ديال السكر سنيده فيها فانيليا واحده، عندنا جوج معالق كبار ديال زيت المائده، عندنا قبصه ديال الملح، عندنا معلقه ديال الخل. ندوزو للتزيين باش نزيلو المسمنة ديالنا. عندنا شوية ديال الكاوكاو، كاس ديال جوج كيسان ديال الكاوكاو مهرمش، عندنا الشكلاط مذوب في حمام مريم، عندنا واحد شوية ديال الكريمة كريم باتيسير وجدناه من قبل وحطيناه باش نزينو بها الكيك ديال المسمنة ديالنا. عندنا ربع نص ربعة ديال الزبدة الحلويات، وعندنا شوية ديال الزيت غير شوية غير باش ندهنو يدينا، وعندنا جوج معالق ديال المايزينا وقبسه ديال نص معلقه راس معلقه ديال الخميره الفوريه، وعندنا كاس ديال الماء للعجن. ندوز للتحضير. العجانه ديالنا بسم الله غادي نوضعو الدقيق، زلافه ديال الدقيق، جوج زلاف ديال الدقيق اللي عبرناهم، غادي نديرو السكر سنيده مع الفاني، نديرو ديك معلقه ديال الخل، نزيدو الملح ضروري الملح، نزيدو جوج معالق ديال الزيت كبار ماء زيت المائده، وعلى بركه الله غادي نسدو العجينه ديالنا وغادي نزيدو الماء. نخليكم بدون ما تتنسي العجانة، وغادي نرجعو للشكل ديال العجينة. بعد ما تعجنات لنا العجينة ديالنا غطينا بميكا وخلينا واحد 5 دقايق ترتاح، ومن بعد غادي ناخدوها، انا غادي ناخدو ونخرجو منها كويرات صغار في هذا القياس. ونبقاو كنكورو في هاد العجينة اللي سميتو ارتاحت لينا، نديرو منها كويرات، ومنين نكملوها ان شاء الله غادي نبداو في الطريق. دابا غادي نشدو الزبدة غادي نخول فيها دوك المايزينا اللي جوج معالق ديال المايزينا اللي عندنا، هاهي مع الخميرة نخلطوهم مع الزبدة. غادي نبداو في الطريق، نبداو نورقو العجينة ديالنا والكويرات ديالنا. نستعنو بالزيت نسرحو بيها ودهنو بها صح العمل باش ما يتلصقش لنا السمن ديالنا. من بعد كناخذ من الزبده اللي درتها مع مايزينا مع شويه ديال الخميره، كنسرحها فوق السمنه، نحطها في جنب، تنعاود ندهن في صح العمل، وتنعاود ندير الكويره الثانيه، تنعاود نسرحها مزيان. نحاول ناخد الزبدة مع الخميرة اللي مع الخميرة وميزينا كنخلطو مع الزبدة باش ما
كنعاود ندير نسمي الفراخ الفلفل اللي كنت طورت من الاول، نديرها في الفلفل اخرى نحاول نحطها في الجنب، وكنستمروا تنورقوا الكويرات ديالنا اللي درناهم يرتاحوا، ونبداو نورقوا وندوبلو في هذيك السمنه اللي حاطين في الجنب، غير هذيك السمنه كنبقاو تنورقوا السمنه ديالنا وتنديروا فيها الزبده والنشا والخميره اللي درنا، وتنعاودو نزيدو السمنه في وسط منها يعني اللي خرجت لينا، يا 10 يا 8 يا 9 اللي خرجت لينا، تنبقاو نورقوا وندوبلو نورقوا وندوبلو حتى تكملنا السمنه ديالتنا. نعاود نحطو السمنة الأخرى اللي ورقناها في الجنب، ومنين نكملو الطريق نرجعو نكملو معاكم الشكل النهائي ديال السمنة. صافي، من بعد تنكملو السمنة ديالنا في الطريق، هادي هي الشكل النهائي ديالها. تناخدو السمنة ديالنا تنبتوها تنعاودو نصبها بحال هكا، صافي هذا هو الشكل النهائي ديال السمنه ديالنا بعد ما ورقناها كلها وساليناها. تناخذوا البلاطه اللي كندخلوها للفران، كنديروا فيها شويه ديال الزيت مع شويه الزبده اللي شربت لنا من الطريق، كندهنوها مزيان. كنحطو فيها السمنة ديالنا، نخليوها ترتاح واحد 5 دقايق ونرجعو للشكل النهائي ديالها باش نديروها في الفران. بعد ما تترخى لنا السمنة ديالنا كنحطها ملي كترتاح لينا كنشدوها كنكرسوها على هاد الشكل هذا، واخا كانت مربعة كترجع لنا هكا مستديرة على حسب المول اللي كنديرو فيه السمنة ديالنا، كتمشي على حسب المول. كانت بغيتيها مربعة كديروها في مول مربع. صافي، ملي تنكملوها ندخلها الفران، ومن بعد ان شاء الله ملي تبل كندوزو للشكل النهائي ديال المسمى. بعد ما كنخرجوا من الفران كنديروها على الوجه الاول حتى كطيب، وما كنهبطوهاش لتحت، كنعاودو نقلبوها في الطاوة فاش كطيبناها كنعاودو نقلبوها ونعاودو نردو نيت الفوق، كتحمر بجوج الوجه هي من الفوق باش طيب مزيان من الداخل. ندوزو ان شاء الله دابا للمرحلة ديال التزيين، وبقاو معانا حتى نزينو غادي نرجعو للشكل النهائي. دابا كنديرو داك الشكلاط اللي ذوبنا في حمام مريم، الشكلاط الابيض اللي ما عندوش شكلاط، اللي ما بغاش شكلاط الابيض يدير سكر كلاصي مع واحد حامضه ويدير بيه ويطربو شي شويه ديك الحامضه ويدير بها من الفوق ديال الكيكه ديالنا فوق السمنه، كديرها يا اما بالشكلاط الابيض يا اما بداك سكر كلاصي مع واحد حامضه، كتعصروا الحامضه وكديروا فيها 3 معالق ديال السكر كلاصي وتقربوه مزيان تولي بحال الكريمه، وكديروا بها الشكل النهائي ديال السمنه. الشكلاط دابا كنديرو سميتو باش ندخلها، ملي ندخلها الثلاجه غادي تشد عقد لينا. ملي تنكملها تنزوقها بهذا الشكل هذا، يمكن لكم تزوقوها بسكر كلاصي، يمكن لكم ديروا فيها الشكلاط على حسب الذوق. وهذه هي، تنتمنى تعجبكم ان شاء الله نكون عند حسن الظن ديالكم، وما تنساوش تدعموني باللايك ديالكم، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو القادم ان شاء الله. الشكل النهائي ديالها ملي كنقطعوها يا صدقوني راه كتجي زوينه ولذيذه ومقرمشه من الداخل. يلا مع السلامه.